منتابع مع فقرة إيت سمارت ومعنا اختصاصية التغذية ميرفت أبيض. اليوم رح نرجع شوي مع أنه خلص شهر أكتوبر، بس رح نحكي كمان عن سرطان الثدي وعن التغذية المناسبة لهذا المرض. صباح الخير ميرفت، كيفك؟ تمام. نحن مأخرين نهار واحد عن أكتوبر، بس التوعية فيها تكون على مدار السنة، يعني أكيد. منه موضوع محصور بشهر واحد. شو التغذية المناسبة للوقاية أو في حال الإصابة بسرطان الثدي؟ هلا أول شغلة، الدايت المناسب، يعني البروبر دايت مثل ما بنقول، أو الأكل الصحي إجمالا، بيمنع كل شيء في أمراض، مش بيمنع كمان، بخفف الريسكس من كل شيء في أمراض. هلا في عوامل وراثية نحن هيدول ما عنا كنترول عليهم، سو نحن بنحاول نشتغل باللي نحن عنا كنترول عليه. أول شغلة نوتريشن، يعني أو التغذية المضبوطة فينا نقول، بتأثر تقريبا 35% على الكيسز تبع سرطان الثدي، يعني بتأثر على الكوز. هن منن دايركتلي ريليتد إذا فينا نقول، هن بس هي بتأثر على الأسباب يلي بتعمل كانسرز. سو نحن إذا بنقدر نكون قادرين نعمل كنترول على التغذية، بنكون كثير عم نسهل العملية أو نمنع إذا فينا نقول. ولما بنكون، لما بيصير لا سمح الله، لما بيكون حدا صار معه كانسر، كمان التغذية تبعيته كثير مهمة، لأنه بتحس يعني الكواليتي إذا فينا نقول بيكون كثير أفضل، وحتى العلاج بيكون أسرع وبيكون أسهل. بالضبط بالضبط. هلا بدنا نحكي على الاكلات يلي هي مش منيحه او فينا نقول بتاثر سلبا، وبدنا نحكي على الاكلات يلي منحبز انه العالم تكون كونسيومينج ات، خصوصا النساء. اكيد. واذا أكيد كانوا معرضات يعني لا سرطان الثدي، اذا كان في بالعائله. بالضبط. اذا هن بالعائله اوريدي عندهم حدا بالعائله عنده، يعني دايركت فاميلي، الام، الخاله، التيتا، اذا حدا منهم اوريدي عنده، هون ساعتها هن لازم يكونوا منتبهين اكثر من غيرهم، لانه هن معرضين اكثر من غيرهم. هلا نحن شوي محظوظين انه نحن لبنانيه، لانه الميديترينين دايت اذا فينا نقول هو اوريدي دايت غني بالالياف وقليل بالفات، او الفات تبعه منيح اجمالا، بيكون غني بزيت الزيتون والى اخره، وحتى بيكون بلانت بيست، يعني مثلا الحمص او البروتين سورسز يلي نحن بناخذهم من البلانتس كثير احسن لهدول الكيسز او للكيسز يلي فيهم كانسر. سو العالم يلي ذير كونسيومينج كثير خضره، او الخضره الخضره كمان، يعني السلاد نحن الفتوش عنا اياه اساسي مع كل الوجبات، البندوره، الرمان، هدول كثير بفيدوا للسرطانات وخصوصي سرطان الثدي. سو مشان هيك نحن وير لوكي، لانه بين بالستديز انه البلدان يلي هن they consume اقل فات واكثر الياف، هن بيكون الكانسر عندهم، البريست كانسر، less common. فمشان هيك احسن دايت هو لا هدول الكيسز هو الميديترينيان دايت. هلا في شغله بدي احكي عنها، هي السكر. السكر اجمالا العالم بيفكروا انه sugar feeds cancer، يعني السكر بيطعمي الخلايا السرطانيه. هيدا myth، يعني هيدا ابدا منه مزبوط، لانه السكر مش هو، اذا يعني if we consume سكر مش الخلايا السرطانيه حتكبر، او اذا ما اخذنا السكر مش يعني حنجوع على هيدي الخلايا وحتصغر. الجلوكوز هو السورس اوف انرجي لكل خلايا الجسم، كانت سرطانيه ولا كانت طبيعيه. فنحن هون ما فينا نقول انه السكر هو دايركتلي ريليتد للكانسر، لا ابدا. بينما شو هو الوزن؟ لما نحن وي كونسيوم مور شوجر بصير عندنا وزن زايد، ولما بصير عندنا وزن زايد بنصير نحن عم بياثر على الكانسر. فكمان الوزن سوبر مهم، يعني كل ما بيكون عندنا نسبه سمنه اكثر، كل ما بيكون عندنا مخولين انه يكون في سرطان اكثر، او الكاز يعني منن، حتى كثير من الامراض الثانيه، يعني مش اكيد سرطان. اكيد اكيد بالضبط، مثل ما قلنا بالاول انه كل الدايت المناسب بخفف لي انا اني انا اكون معرضه لكل باقي الامراض، مش بس السرطان. هلا شو هن الاكلات يلي بتاثر سلبا على الكانسر؟ اول شيء الاكل يلي بيكون فيه فود اديتيفز، يعني كل شيء بكيس او بخلي او بكان او يعني معلبات بيقعد على الرف وقت اطول او بيعيش عنا وقت اطول، يعني بروبلي هيدا الاكل محطوط له مضاف له قصص ما بتكون مواد حافظه ما بتكون مناسبه للدايت، حتى بيكون ممكن يكون بقلبه نايتريتس او املاح. فكل ما بيكون هدول زايدين بالاكل، كل ما بيكون هيدا الاكل سلبي اكثر.
هلا كمان بدنا نحكي على الفات اوريدي قلنا كل ما بيكون الدهن منه منيح زيت بالاكل او فينا نقول الدهون المشبعه من زياده بالاكل او عم ناخذها نتناولها بشكل مستمر كمان هيدا الشيء بيأثر. بس بدي اقول نقطه هون انه مش يعني هيدا منه انه انا اليوم اكلت هاي بكره حيصير عندي ريسك زايد اكيد لا هو دايت بنعمل على فتره طويله يعني فينا نقول تقريبا هو مود في يعني هو بالضبط اتس لايف ستايل بده يكون تقريبا يعني الشخص منتبه على بفتره تقريبا 10 سنين لحتى انه يبين الفرق معه سو نحن قد ما فينا على بكير نهتم بهدول الامور بيكون احسن لبعدين. هلا كمان في عنا السكر اوريدي قلنا عنه لازم يكون متناولينه بشكل اقل. هلا بدي احكي شوي عن الكحول. الكحول كل ما نكون نحن عم ناخذ 10 جرام زياده عن الريكومنديشن بيزيد النسبه ب 7.1%. سو ايماجين كثير كل اذا كل 10 جرام بدها تزيد 7.1 يعني هيدا كثير ريكومنديشن هن كيس للسيدات وكيسين للرجال هذا هو المعدل بالنهار زيادة عن هيك بالنهار 10 جرام يعني كل شيء فوق هيدا الكيس زيادة بيعمل لي هيدا البرسنتج. هلا في اللحوم يلي هي بروسست يعني البيبروني الهوت دوغ الساسجز هيدول كمان يعني كثير هن بروسست وهن من أسوأ الأكل اللي ممكن يعملوا لنا كانسرز فمنحاول نبتعد عنهم قد ما فينا. التدخين كمان كثير بيأثر فهلا في شخص يكون يقول لك ما بيدخن وصار معه هيك اكيد بس نحن بنحاول ناخذ الوقايه وبناخذ كل الانفورميشن اللي عنا اياه هون وبنخفف على اساسها. الاكل يلي بقلبهم باستسايدز يعني المبيدات اذا الاكل مزروع بدون مبيدات كمان بيحسن ما بيمنع سوري الخلايا يلي بتتغير بسبب الاكل يلي هو مزروع بالمبيدات سو اذا كان اورجانيك او ناتشرال اكيد افضل بالنسبه لنا. هلا عنا الاكل يلي هو منيح لنا في شغله ما بعرف اذا عم نسمع الكركم هو كثير بيحسن يعني بيعطينا انتي انفلاماتوري افكت فكمان شيء كثير منيح. الخضروات الخضراء يعني مثل الكيل والسبانخ كمان هن كثير مناسبين لنا. والاكل يلي بقلبه مضادات الاكسده يعني مثل البندوره مثل الرمان سو هدول كمان اكل يستحسن منيح هدول لمحاربة الكانسر عم نحكي او للوقايه بعدنا الاثنين وكمان هدول اللي بقلبه مضادات الاكسده احسن لما بيكون اوريدي يعني نحن ديورنج لما بيكون صار عنا سرطان صار عنا تشخيص 100% وكمان عنا النوتس والسيدز يلي هن بقلبهم جود فات كل شيء مثل الفلاكسيد بذر دوار الشمس سو والتشيا سيدز هول اذا نحن كمان بنفوتهم بالدايت بشكل مستمر كثير بنستفيد منهم. في عنا الصوي برودكتس يلي هن ما كثير نحن هون بنستعملهم او العالم يلي هن اكثر فيجيتيريان بيستعملون بس هن بقلبهم ايزوفليفنز فالايزوفليفنز بدي اقول لك شغله قبل هون انه البريست كانسر الدرايف تبعه هو الاستروجين فالاستروجين كل ما يكون اعلى بالجسم بيكون العالم معرضه اكثر فالايزوفليفنز بيشتغل بطريقه انه هو فينا نقول اتبايندز تو استروجين يعني بيشبك على هول الاستروجين وبيعمل الايفكت الانتي تبعه العكس فمشان هيك كثير بنستفيد من السوي برودكتس لانه هن مشبعين بالايزوفليفنز they are rich in them so نحن كل ما we consume them يعني regularly كل ما نستفيد اكثر. هن مثل التوفو الجبنه كمان هي نوع من جبنه معموله من الصوي كثير بتساعد او الحليب يلي هو معمول من الصويا كثير يعني ضروري هدول ندخلهم على نظامنا الغذائي 100% بشكل مستمر لانه بتلاقي اشخاص ابدا بالمره مش موجودين هدول عندهم أكيد. يلي هن الاشخاص مثل ما قلتي اللي منهم نباتيه 100% هلا في سيترس فودز يلي هن الحمضيات الحامض الليمون كل هدول كمان اذا بنفوتهم بشكل مستمر مثل ما قلنا بالدايت المديترانيان هو كثير كمان بيفيد لانه غني بالحمضيات كل الصوصات تبعنا بقلبها حامض أكيد. كمان هيدا بيفيد هلا جاي موسم جريب فروت اكزاكتلي هلا الهول جرين برودكتس يعني نحن اذا بنبدل الرز او الخبز والباستا بهول جرين اكيد كمان افضل لنا سو اذا عم تلاحظي انه الامور اللي عم نحكيها هي لازم نستعملها ب يعني كل الريكومنديشنز لكل الدايت مش بس الدايت اللي هو الوقايه للسرطان او تيونينج السرطان شو لازم العالم ياكله
التمرين شيء كثير كثير مهم، لازم العالم الرياضه لازم يكونوا عم يمارسوا رياضه بشكل مستمر، مش بس ليضعفوا او لينزلوا وزنهم، بس لصحه جيده. حتى لو شخص كان بوزن منيح او بوزن صحي، مش لازم هذا الشخص انه بس انا بدي اتمرن لنزل وزني، لا، التمرين هو الحركه كثير اساسيه لكل الاعمار 100%، كمان للصحه هي كثير مهمه. ثانك يو، شكرا كثير لك مرفت على كل هيدي النصايح يلي عم تعطينا اياها، على امل انه يوما ما نوصل ان شاء الله يتلاقى علاج للامراض السرطانيه يلي بالفعل الله يشفي الجميع كمان. شكرا كثير لك، وقفه ومنتابع من بعدها الايف.